الإدارية للدار البيضاء وبحضور السيد الوالي المنتدب للمقاطعة رئيس المصلحة الولائية للصحة والنشاط أعضاء المجتمع المدني والكتب والفرد جمعية أيادي العطاء. تتفضل الدكتورة أودينا طبيبة مراقبة عامة. تزامنا مع انتشار فيروس كوفيد 19 كورونا، قامت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في أمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتكريم أطباء أو الجيش الأبيض نظير المجهودات التي يبذلونها منذ الولادة الأولى لظهور الوباء، كما أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تقف معهم جنبا إلى جنب خلال هذه الفترة. في وقت هذا الكريم على جال يفعلنا المعنويات بسكعينا فريمون صافي سموا فورسيمون حنايا رانا نجدو مع هذا الفيروس ديما على داكم على بالكم لو نبغي يمشي فيزيت اوتوماتيكمون لازمنا شاك فوا بوكو بلوس لا كومبوزونت مورال زعما نطلعوها مع هاد الجهود التكريمات كيش نقولو التحفيز المعنوي سيرتو دونك رانا ساتيسفي ويخلونا نزيدو نكملو ونواصلو في هاد الدرب.